بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الصدقة لها فضل عظيم ولو كانت قليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله سبحانه وتعالى يقبل الصدقة القليلة فيربيها كما يربي أحدنا فلوه الجمل حتى يكبر حتى تصير مثل الجبل. صدقة قليلة لكن عند الله عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. سو خير تلقاه في الدنيا والآخرة.